تخيلوا معايا دابا هذه الكوزينه كامله مقلوبه والثلاجه كذلك مقلوبه، المناضه مقلوبه، كلشي مقلوب، كلشي مقلوب، كلشي مقلوب، مناضه الكاطو اي بلان هنايا مقلوب، كلشي كتشوفوا بالمقلوب. دونك خاصنا الا بغينا نشوفوا خاصنا نديروا له بحال هكا باش يتشاف مزيان. ما عرفتش كيفاش غادي، خص رجليك يطلعوا الفوق باش تشوفهم، فهمتوا البلان؟ كلشي مقلوب. شوفوا معايا هاد الفرن وهذا الدجاجه لاصقه في السقف، اه كيتحلوا. او ماي جاد، شوفوا هاد اللعيبه هذه حتى هي مقلوبه، هذيك تاع الصلاح عرفتوها، كيتحل هاد الشيء هذا ناري. هذه نورمال خاصها تكون الفوق، يا الا تقلبت غادي تجي هذه من لهي. المهم راكم فهمتوني. او ماي جاد، هاد اللعيبات هادو هنايا ديال الصابون والبلانات حتى هما مقلوبين، العواصر مقلوبين، المنظمه مقلوبه. فابو ما يمكنش صحاب لي غادي يتحلموا، ولا فابو في السقف كلشي مقلوب ناري. شوفوا معايا هاد اللعيبات تا هما، لا ما يمكنش دابا لا فابو، فهمتوا لا فابو خاصك عييت نفهم، ما عرفتش كيفاش ندير، خاص رجلي. ها البلان دابا الباب ديال الدار هي هادي، ها هي مقلوبه. وشوفوا الطاب، يعني الا بغيت تدخل خاصك توطى هنايا الساط وتدخل، وكتحط الصبابط ديالك هنا حتى هما راهم لاصقين. فريمون هادشي غريب، هادي نتاع داك الاسبيراتور الماكس تما. تخيلوا معايا بانه منزل مقلوب هكا، كلشي فيه مقلوب، تقدر تعيشوا في هاد البلاصه هادي بالرجوله؟ بيني وبينكم واش تقدروا تعيشوا في هاد المنزل هذا كلشي مقلوب فيه؟ انت ولا انت تقدر تعيش في هاد المنزل هذا مقلوب؟ مقلوب، انا فريمون تصدمت ديال بصح في هذا المنزل هذا. هذا الخبز، الخبز والموس، هذيك القطاعه ديالو. حنا دابا لحد الان باقيين غير في الكوزينه، مازال كنكتشفوا الكوزينه. اجي نكتشفوا شنو كاين هنايا. اوه كلشي مقلوب هنايا، عرفتوا البلان؟ هادو دوك السبيرات، هادي نتاع اتاي. اجي نحلو هنايا عاوتاني. ما يمكنش، لا 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 لا، هربال. شوفوا هادي نورمالمون خاصها تكون الفوق. ما يمكنش، هادو الكيسان باقيين هنا جداد، فريمون الهربه ديال بصح. زين شوفوا هنايا، شوفوا البلان، شوفوا البلان، قسما بالله الخوت الى انا حليتها بحال هكا وجيت نطلعكم من الفوق، ولكن هي راها من التحت، فهمتوا البلان؟ انا باقي يعني خاصني نركب من الفوق، لا هي راهم من التحت، هنا كاين الفراشات واللعيبات كاملين. اجي نحلوا هذه ثاني. هذه خاويه ما فيها والو، يعني هنا الكوزينه كتقصي هنايا، وفي نفس الوقت كتجي لهاد البلاصه هذه، هنايا عندك الكراسه، ها هما يعني كتشوفهم بالمقلوب، فهمتوا البلان؟ بحال هكا. شوفوا هنا فرشيطه الموس مقلوب، هاد التفصيل كامل، القص كاين ومقلوب. ما عرفتش واش غير انا بوحدي اللي تصدمت ولا حتى نتوما. من اغرب المنازل اللي شفت في حياتي هي هاد المنزل هذا، مقلوب كامل. هنايا عندنا بيت النعاس، ليها كيف قلت لكم كاينه الكوزينه وحدها فين كتقصي والطابله والعباد ديالها. هنا هذا ديكور ولكن حتى هو مقلوب. وكذلك اجي نشوفوا هنايا بيت النعاس ديال الدراري الصغار، ديال شي واحد صغير. ها هو هنايا كاين الفيزان، هذه الدخله راها باينه. تخيلوها معايا دابا هذه مقلوبه كيفاش غتكون، فهمتوا دابا ما عرفتش كيفاش فهمتوا البلان. شوفوا معايا هذه نورمالمون فين خاصها تكون، خاصها تكون الفوق. دابا هذا شي دري صغير راه مس الحوايج ديالو هنايا، هنايا فين غادي يلبس، هايك الصنداله ديالو، اللعبه ديالو حتى هي مقلوبه، كلشي مقلوب. ها نورمالمون كيفاش خاصك تكون، بحال هكا نورمالمون كيفاش خاصك تكون. المهم في شكل غريبه غريبه، هنايا الكمبيوتر ديالو هذا تا هو خاصو يكون مقلوب. اجي ندخلوا للبيت ديال الاب والام ديالو، خلي هاد البلاصه هذه دوش تما، خليها هي التاليه. هنايا كاينه ناموسيه مقلوبه، كاين هاد البلان هذا حتى هو مقلوب، شوفوا هذا حتى هو مقلوب. نورمالمون هذه خاصها تكون الفوق، هنا الدوش نضربها بشي دوش. هذا مقلوب فريمون في شكل هاد الشيء هذا. هنايا كاينه هذيك تاع الصابون ماشينه لافي، وفوقها بحال داكشي ديال المغرب، فهمتوا؟ كتحط هنا ماشينه وفوقها راك حاط داكشي ديال الصابون البلانات. لافابو حتى هو مقلوب، طواليت مقلوبه، هذيك اللعيبه مقلوبه، الصنداله مقلوبه، ايتها لعبه. هذه نورمالمون هي خاصها تكون. نعيا نشرح لكم، ما غاديش نوصل داك الاحساس اللي باغي نوصلو لكم انتوما، لا نحس به دابا انايا. هادشي فريمون في شي شكل، لا هذا السطاج الاخر، هذا التلفازه مقلوبه، السطاج الاخر فريمون السطاج الاخر. شوفوا معايا هذه مقلوبه، ايه هنايا بحال قلنا زعما هذيك الطابله، يعني خاص شي بلاي ستيشن هنا اون فاس، وانت جالس هنايا وعندك القص وداك الشيء، التليفون ديالك محطوط، لعيبات محطوطين، وجالس هنايا فوق هاد الفوتاي. دابا راني فهمت كيفاش نفهمكم. نورمالمون يعني دابا هادو راهم مقلوبين، وهادو هذا هو الفكرة اللي بغيت نوصل لكم بحال هكا، فهمتوا البلان؟ ها هي هما راهم ناعسين على الارض بحال هكا، وداك الشيء راه فوقهم، وإلا قلبنا التصويرة غادي تعطيك بحال هكا، جايين بحال راهم لاصقين من الفوق.
يا سلام يا سلام، صراحة واعرة واعرة، بلاصة واعرة بزاف. كنصحكم تجيو لها، سيرتو لا جبتو الدراري الصغار غادي تصدموا ديال بصح. لا جبتو الدراري الصغار لهاد البلاصة هادي، هنايا زعما دوك الكتوبة ودوك اللعيبات كاينين هنايا، هما حتى هما مقلوبين. مكانش كيصحاب لي غادي نلقى شي دار بحال هكا من بعد البحوثات طبعا. منزل كله مقلوب. اوكي غادي نحاول نجربو في هاد البلاصه هادي لايك ذيس. اوكي غادي نحاول ناخذ بزاف ديال التصاور وغادي نخليهم لكم في انستغرام. غادي ناخذ شي تصويره في هاد البلاصه. هذا بادروم يا يا فهاد بيت النعاس غادي ندير واحد التصويره خطيره ديال بصح غادي يصورني دابا ان شاء الله. شوفوا معايا التصويره كيفاش دايره بلات. اول حاجه غير خصني نعس في الارض ونهز رجليا ويديا وهو غادي يصورني باش غادي تجي بحال راني فهمت والله. المهم شوفوا معايا. هادي التصويره غادي نخلي لكم انستغرام تحت واجيو باش تشوفوا التصاور كاملين ديال هاد البلاصه هادي. اغرب منزل الصاد، عمري كنت كنتصور انني شي نهار غنلقى راسي في منزل مقلوب، انني غنلقى لافابو مقلوب، عواصر مقلوبين، هاد اللعيبه مقلوبه، الدجاجه مقلوبه، كلشي مقلوب، الثلاجه مقلوبه. عمرني كنت كنتخيل راسي غادي نلقى راسي شي نهار في بلاصه مقلوبه وكلشي فيها مقلوب، طابله مقلوبه، القصه السطوات التالي مقلوبه. دونك هاد المنزل هذا كيتكون من كوزينه، بيت النعاس ديال الدراري الصغار، عندنا هنا بيت النعاس ديال الاب والام، وعندنا هنايا الدوش، وعندنا ليها فين كيقصيو، وهنايا فين يمكن لك تلعب بلاي واللعيبات، وعندنا هنا تلفازه. غادي نشوف هادي واش محلوله. اوه هذا باين الزوج ديالها جاب لها هاد اللعيبه هادي وجاب لها الماكياج، يعني هاد الجهه هادي ديال الفتاه. غادي نشوفوا. هادي دابا غير ديال المراه، ما كانش الراجل. شي شوار مساسك اللعيبات كاملين. الفتيات شقول لي داكشي ديال الفتيات. شي شوار عزز عليهم داكشي ديال الماكياج الروايح اللعيبات. هاي البانطوفه ديالها بصح بانطوفه ما بلانش. شفتي انت ضربه لنا كاع عاد شفتها ليله بصح هاد البانطوفه ولا الصاك. شوفوا كيف داير الصاك جايبها من البار. شوف هنايا هاد الزربيه هادي كلشي مقلوب، دوش مقلوب، لعيبات مقلوبين، الصنداره ديالها ديال 20 درهم، هادوك ديال الحمام عرفتوهم اللي كيدخلوا بهم الحمام. ها هما. نشوفوا هنا واش كاين شي. نشوفوا. شنو هذا؟ مازال ما صبنتيهش. حتى تصبن هنايا دايرين لها اريال وداك الشيء كامل ديالها. شوف 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 الفتيات الفتيات. المرايه مرايات هي مقلوبه راها باينه. كلشي مقلوب، مرايه ما مقلوبهش. قولوا لي عمركم كنتوا كتصوروا ان شي نهار غيكون شي منزل بحال هذا مقلوب؟ دونك انا هذا هو المنزل المقلوب. اقسم بالله الا حتى جيت نمشي وما سخيتش الصاط. عرفتوا شحال وانا هنايا واغي كندور وكنعاود ندور وكنصور ما سخيتش كاع. ولكن صافي غادي نمشيو بحال باش نلقاو ترونسبور باش نرجعوا. باي باي سي يو ثانك يو سو ماتش. دابا هذيك راه اللوطو فهمتوا البلان. لوطو جايه هاك يعني حتى هي هاك مقلوبه نورمال ما تكون في الارض. والدار كامله مقلوبه الصاط ماشي غير اللوطو. تهلاو لي فراسكم وبالرجوله الصاط وما تنساوش كنبغيكم.